أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله، وأجمل تحية لكم مشاهدينا في برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم بداخل البرنامج على أرقام البرنامج اللي تشوفوها في أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان. تقدرون أيضا تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. اكتبوا لنا رسالة مكتوبة، ما أقدر أستقبل اتصال، ما أقدر أستقبل رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل فيديو على البرنامج. رسالة مكتوبة وأتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو كتب لنا ومن وين، وإن شاء الله نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقتنا مشاهدينا الكرام. أول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الفساد، بس اليوم ما راح نحكي عن فساد إداري ولا فساد خدمي ولا فساد تعليمي ولا مشاريع ولا تلكع. اليوم نحكي عن الجيش، هاي المؤسسة اللي من المفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن كافة التخبطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى نحافظ على استقلاليتها واستقلال رأيها حتى تؤدي واجبها على أكمل وجه. اليوم فضح لنا قائد الفرقة الآلية الثامنة السابق اللواء الركن عبد الحسين سعود سوادي الزهيري قضية فساد جديدة، فضيحة من العيار الثقيل. تحدث لنا عن تعرضه لعملية مساومة وابتزاز أدت إلى إقالته من المنصب. الزهيري فضح لنا هاي الفضيحة وكان بطلها، رئيس أركان الجيش السابق، وزير الداخلية في حكومة مصطفى الكاظمي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي. منو ما يتذكر عثمان الغانمي؟ إذا ما تتذكرون عثمان الغانمي، اتذكروا تنظيم إرهابي صغير اسمه داعش. منو اللي انهزم قدامه؟ راح تلقون الغانمي. وهو أول ضابط عراقي يحصل وسام الاستحقاق العالي للإنجازات المتميزة من الولايات المتحدة الأمريكية. على شنو؟ ما أدري. المهم الغانمي ساوم الزهيري لما كان الغانمي رئيس أركان الجيش. يتحدث لنا الزهيري أنه طلب من عنده مبلغ 250 مليون مقابل الحصول على منصب قائد عمليات بغداد. هذا الشيء اللي رفضه منه الزهيري على حد قوله هو وحد روايته، واللي صار وراها أنه رئيس أركان الجيش آنذاك عثمان الغانمي، يعني جايدة نحكي بالفترة اللي صارت بين عام 2015 وشهر تموز من عام 2020. وتخيلوا الإدارة بالعراق شلونها. تعالوا نسمع سوية القضية على لسان اللواء الركن عبد الحسين الزهيري. عبد الحسين سعود سوادي طعم الزهيري كان مقر قيادة الفرقة الأعلية الثامنة في قضاء القائم عندما كنت أنا قائدا للفرقة. خلال ذلك الوقت زار السيد رئيس أركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، زار مقر قيادة الفرقة، وبعد انتهاء الزيارة طلب مني أن ألتقي به على انفراد في مقر الفرقة. قال لي تثمينا لهذه الجهود التي بذلتها بعد 10 أيام راح أصدر لك أمر قائد عمليات بغداد. قال لي بالحرف الواحد: أبو علي هاي تكلفك. تسعيد العفو، شو تكلفني؟ قال تكلفك 250 مليون دينار تدفع نقدا و250 مليون تدفع لياه شهريا. وللأسف الشديد السيد رئيس الأركان عنده صفة للأسف الشديد يعني مو زينة بصراحة. الصفة شنو؟ عندما تكون علاقته مع أي آمر أو ضابط مو زينة نتيجة السبب اللي ذكرته، يستخدم أسلوب إرسال لجان التفتيش، يدز للجان لغرض التفتيش بشكل مفاجئ، وبالتالي طبعا قبل لا تجي اللجنة يلتقي مع رئيس اللجنة، وأنا مسؤول عن هذا كلامي، يلتقي مع رئيس اللجنة يقول له راح تروح تفتش الوحدة الفلانية أعمرها فلان، أريدك مهما كانت تلك الوحدة تلك القيادة واصلة من مستوى عالي بكل النواحي أن تكتب تقرير سلبي عن ذلك الأمر حتى يكون كذريعة إلي
حسب قوله هو كذريعة إلي حتى أنقل هذا الأمر أو هذا القائد إلى الأمرة. وهذا فعلا يعني الأسلوب استخدمه معاي بالفرقة العالية الثامنة. يعني سيادة اللواء أنت ساكت صار لك ما نعرف هاي الحكاية اللي أنت ذا تقولها صارت لما كان هو رئيس أركان جيش، يعني 15 16 17 18 19 20 أكو 6 سنوات أنت ما حددت السنة، يعني و20 لليوم أكو 4 سنوات، يعني بالقليل أنت ساكت لك فت 5-6 سنوات. ليش؟ إذا أنت ضابط وتعرف القوانين العسكرية وتعرف قوانين الإخلاء بشرف المهنة، فأنت تقدر بذاك الوقت لما كنت قائد فرقة ترفع الأمر إلى السلطات العليا، وأكو شيء اسمه المحكمة العسكرية تحكم بيناتكم. هاي رقم واحد. رقم اثنين، ليش هسه بالذات؟ هل أكو أوامر بتسقيط عثمان الغانمي من واحد غيرك مثلا؟ هذا سؤال راح ينطرح عليك، أتمنى تجاوب عليه. رقم ثلاثة، وين كنت أنت لما كان عندك سلطة وطلبوا من عندك أنه حتى تصير قائد عمليات بغداد تدفع 250 مليون؟ ليش هسه جاي تحكيها وعثمان الغانمي لا هو وزير داخلية ولا هو رئيس أركان الجيش حاليا؟ فشنو الموضوع؟ رقم أربعة، 250 مليون راح تطوها لعثمان الغانمي ليش؟ يعني اليوم المناصب بالعراق احنا نعرف رئاسة البرلمان تنشر بفلوس، نعرف وكالة بوزارة تنشر بفلوس، نعرف مدير مدرسة تنشر بفلوس، نعرف واحد يريد يتعين بالبلدية يدفع فلوس زي يتعين، بس المناصب العسكرية بيها استحقاق. حبيب قلبي انت لواء، انت لواء اذا تريد عدلك كم مرسوم جمهوري من ملازم ثاني لليوم انت شايل على كتفك بيهن 9 8، يعني انت ذني كلهم ما تعرف القوانين بذيك الفترة لما كنت انت قائد عمليات جاي هسه تحكي؟ زين بعدين اذا انت قائد عمليات من ذيك الفترة لليوم ما اجاك الترفيع حتى تصير فريق؟ هل من الممكن ان القضية مال ابتزاز لانه رفضت تدفع فلوس ترفيعك وقف مثلا؟ اكو هواية من الاسئلة بعيدا عن اللي دا يصير من تخبط، بعيدا عن الفساد، الفساد نعرفه بالعراق. اليوم فضحت لنا عثمان الغانمي بارك الله بيك، وصلت لنا انه حتى الجيش ينشر وينباع، بس مو غريبه على العراقيين. تعرف ليش مو غريبه على العراقيين؟ لان عثمان الغانمي كان وزير داخليه بزمن مصطفى الكاظمي، وعثمان الغانمي واحد من المشاركين في سقوط الموصل، واحد من المهزومين اللي بسوا دشداشه، وهو كان قائد عمليات بذيك الفتره. شلون صار وزير ما ندري، والوزير الحالي اللي انت جاي تحكي عليه، يعني تحكي بهذا المنصب وزير السابق وهسه الحالي، صار قائد عمليات بالغلط. وهذا مو أنا أقوله، هذا نور المالكي اللي عنده هواية من التصريحات والتسريبات اللي حكى وقال إنه عبد الأمير الشمري صار قائد عمليات بالغلط. فتخيل واحد يتعين بالغلط يصير وزير، واحد ينهزم يصير وزير. احنا تعلمنا بالعراق من 2003 واليوم، يا هو اللي يشتغل غلط، يا هو اللي ما يؤدي واجبه، يا هو اللي ما يشتغل اصلا، يا هو اللي بوق وينهب ويبتز، ويا هو اللي حاول يسوي اللي انت فضحته هسه يتكرم ويصير وزير. الناس لما سمعت عبد الحسين الزهيري واللي قال بحق عثمان الغانمي علقت على الموضوع. اول تعليق من الحاج محمد فليح السعدي يقول: مع الاسف قياده الجيش تصبح طاموره للفساد والفاسدين، يجب تنظيف المؤسسات العسكرية والأمنية من كل العناصر المحتكرة للمناصب لأغراض مادية لجباية الأموال. أبو فهد: أمر طبيعي جدا في كل مفاصل ومؤسسات الحكومة. وعبد الله محمد يقول: بكل المؤسسات العسكرية كأن تكون في الدفاع أو الداخلية، وهذا التوظيف مطروح منذ 2003 للأسف، تعال أخذ هذا المنصب بهكذا مبلغ. وشهاب الجشعمي يقول: دوامة الفساد ما تنتهي في العراق. مشكلة اليوم لما نشوف هكذا فيديوهات، لما نشوف هكذا فضائح، لما تسمع مسؤول في الدائرة الفلانية ابتز مسؤول آخر في الدائرة الفلانية حتى يحصل منصب أعلى بمبلغ من المال، تتفاجئ. إذا بالعراق أكو هلقد فلوس، ليش العراق خالي من الخدمات؟ ليش العراق خالي من الحياة؟
ليش اليوم بغداد أسوأ مدينة للعيش؟ ليش اليوم الجواز العراقي هو الأسوأ؟ ليش اليوم حياة المواطن هي الأسوأ؟ ليش اليوم المواطن بخطر؟ ليش اليوم المواطن ما عنده كهرباء وما عنده مي وما عنده وما عنده وما عنده وما عنده؟ بالمقابل أكو ناس دت مليون ومليونيرات العراق ما شاء الله حدث ولا حرج، مبالغ وأرقام وأسماء كثيرة جداً. كنا قبل نسمع أكو عوائل غنية، كان العراقي لما يذكر بيت بنية يقول معروفين ذولا تجار، من قالوا بلا هم أغنياء. لما يذكر بيت الخربيط يقول ذولا معروفين، بيوتات وأكو أشخاص بس معدودين. اليوم العراق بلد التاهوات وبلد الفاشينستات وبلد المليونيرات وبلد الفاسدين وبلد المبتزين وبلد المحتكرين، والمواطن ما لاقي شيء، لا حصة تموينية ولا كهرباء ولا مرور ولا مي ولا نهر ولا أي نشاط ولا أي شيء بالعراق. اليوم العراق متذيل كل قوائم الدنيا، شفافية ومذيلها، فساد هو مذيلها، جودة أشياء هو مذيلها، كلمة صنع في العراق انتهت أصلاً، تصدير ما عدنا أصلاً، استيراد المواد الفاسدة على قدم وساق، مخدرات أصبح البلد معبر ثم مستهلك ثم منتج، ثم يطلع لنا أحد الوزراء يقول نصف شباب العراق متعاطين. ليش؟ بعدين 250 مليون إلى عثمان الغانمي. السؤال اللي ينطرح هسه بعد هاي الفضيحة المدوية بحق رئيس أركان الجيش السابق ووزير الداخلية السابق، شنو الإجراءات اللي راح تصير؟ راح تعتقلوه؟ تحجزون على أمواله؟ تحاسبوه؟ تحيلوه إلى محكمة عسكرية؟ تتأكدون من الوضع؟ لو الموضوع راح يصير حالة هواية من الفضائح اللي صارت بحق الكثير من الأشخاص وراها ما حد يعرف وين صار بهم الدهر. وإذا تردون أذكر لكم أسماء انهزموا هواية، من وزير داخلية سابق جواد بولاني إلى محافظ سابق مثل محافظ البصرة السابق إلى مسؤولين ووزراء إلى 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 الكثير من الناس. فبعد فضيحة الجيش وهي المؤسسة نفترض أن تحافظ على استقلاليتها لسبب، لأنه يجب أن تكون بعيدة عن الدين، بعيدة عن المذهب، بعيدة عن الطائفية، بعيدة عن الأحوال والتخبطات السياسية لسبب مهم، لأنه الجيش يدافع عن أرض الوطن أمام كافة المتغيرات وكافة الشرور وكل الأعداء. فلهالسبب يجب أن تكون هاي المؤسسة مستقلة، لكن حالها حال الكثير من الهيئات المستقلة اللي هن غير مستقلة، على رأسهن مفوضية الانتخابات. نروح إلى قضية ثانية وهي قضية المرور. المرور اليوم بالعراق فعلياً، قبل ما أدخل بالمرور عندنا أبو علي من واسط، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للجمهور الرافدين. بصراحة سألت أنت إيش ما تكلمت وإيش ما حسيت، وأي قطاع تروح تلقى بيه فساد، تلقى بيه تهاون، وتلقى بيه أنه الاكتساب البيض مشروع هذا القطاع. يعني مثلا المقطع المتداول عن الضابط العراقي اللي يتكلم عن يعني رئيس أركان الجيش اللي صار وزير داخلية، بصراحة يعني ما أقول لك إحنا ما كنا نتوقع هذا الأمر، لكن ما توصل لهذه المساومات. يعني ضابط يقول الضابط يعطيني سنوياً 250 مليون دينار، يعني أنت تخيل الضابط هذا ما راح يجيب لك 250 مليون دينار. لا يعني أتخيل إيش قد راح يحصل بحيث راح يجيب 250 مليون. لا ما هو أنا أوصل، أنت من تطلب من هذا الضابط يعني قائد فرقة يجيب لك يعني ياخذ يعني تقبل ياخذ من رواتب الموظفين، تقبل أنه يبيع العتاد والأسلحة يبيعها للميليشيات، تقبل أنه ينزل الأفراد ينزلهم وياخذ رواتبهم لو نص رواتبهم. يعني أنا يعني ما أتخيل، ويقولون يعني مع الأسف هذا الجيش العراقي ويحتفلوا بعيد الجيش ويقولون الجيش ليش انهار أمام عصابات
نعم. هذا هو سبب انهيار الجيش امام العصابات. نعم. لان اساسا لا الضابط لا الافراد لا غير ما عندهم، ما نقول ما عندهم حب الوطن، لكن نشوف انه يقول الوطن ينهب، الوطن مو الي، الوطن للي يريد فلوس، الوطن يستغل حتى اكتساب غير ذات يعني. نعم. يعني هذه ما ادري يعني احنا شو الافراد شلون يدافعون عن وطننا؟ شلون يدافعون من تجي مثلا لا قدر الله اصابات، او شلون يدافعون عن الميليشيات الى الان ويبدون الامريكان ينسحبون؟ شلون هذا الوطن يحمي البلد من الميليشيات الموجوده اللي سلاحها يفوق سلاح الدوله او اقوى من الدوله؟ زين هذا شلون راح يدافع؟ فما ادري يعني العراق الى اين؟ نتمنى العراق ينهض من جديد. نعم. لكن نعم. للاسف ما نشوف العوامل والاسباب اللي تؤدي لان العراق ينهض، لان نعم. للاسف المتسلطين على الدوله هم سراق، هم حراميه، اكتساب غير مشروع. يعني اعتذر من الاطار. لا العفو العفو ابو علاوي، العفو العفو. شكرا شكرا لك ابو علي. رعد من بغداد حياك الله. رعد رعود تسمعني؟ فقدنا الاتصال بالاخ رعد، يبدو انه ما دا يسمعني. ابو علي قال كلمه، يقول شلون يدافع عن ارض الوطن وهو يتاجر بالوطن؟ فعليا العسكرية والجيش والبدلة العسكرية وهاي الهيبة للجيش هي الدفاع عن أرض الوطن وشرف الأمة، فلما يصير بها تجارة فهو يتاجر بالوطن وبشرف الوطن. فقيس. نروح إلى قضية المرور اللي يسلب المواطنين بحق وبغير حق، لأن يعني المرور صاروا سلابة هسه عند المواطنين. مواطن شكالنا من تسجيل مخالفات مرورية بأحد الشوارع الخدمية من دون مخالفة تستحق لتسجيل غرامة مرورية بحقه أو بحق غيره حسب قوله هو، وطالب هذا المواطن أن يتم إعادة النظر بالغرامات المفروضة إذا كانت وفق القانون أو لا. يذكر أنه على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر يتم تداول فيديوهات بين الحين والآخر لحالات مشابهة لتسجيل غرامات مرورية وفقاً وعلى حساب مزاج رجل المرور اللي شايل الدفتر ويقص غرامات. تعالوا نسمع. ماكو ملاحظة لازم تعرفوها، هاي السيارة وصل منطقة فرعية تمام، وتعالوا إذا ما صدقون تعالوا شوفوا هاي السيارة الثانية، هاي أمانة الله ورسوله باعوا وصل مرور دي يغرم السيارات، يدر واحد وين يطبق غير ضابق باب بيته. هسه شنو ذنبي؟ 200,000 على أساس؟ هاك تفضل، تعال تفضل، هاي السيارات كلها اللي هنا طابقة قبال البيوت هاي وصلين، شوف نفس الشيء. هاك تفضل باور، هاي وصلين، هاي على 200 هم 400,000. وين واحد وين يطبق؟ فرعي فرعي يعني ما أعرف، مو شارع رئيسي. شوفونا نحلل هذا الموضوع. غرامات مال مرور، راتب رعاية اجتماعية كامل وأكثر وأزود، لأن راتب الرعاية 170، الوصل ب 200، وأبو السايبة خطية أبو التاكسي 400,000. الله يعلم السيارة مالته لو ما أخذها ضمان. وتخيل الحال بالعراق. أما العاصمة الحبيبة بغداد، أكو مقطع ثاني يظهر به انتشار كثيف للقوات الحكومية مثل ما تشوفون بالصورة أمامه، وراح تشوفون الفيديو، حتى ينهون تظاهرة. التظاهرة ألمن لأصحاب الدراجات النارية المحجوزة، تحديدا السدوتات مثل ما نسميها بالعامية، واللي هم دا يطالبون أن تصير أكو تسهيلات بإجراءات التسجيل وخفض لرسوم التسجيل لأنه عالية جدا ما دا يقدروا، لأنه هم من أصحاب الدخل المحدود. وأكو ناشطين هواية انتقدوا مطاردة المتظاهرين اللي طالبون بحقهم المشروع، وتعامل القوات الحكومية وياهم بهذه الطريقة من دون توفير حلول لهم. بصمة القوات الأمنية أنا حاجي عنها هواية، البصمة راح تشوفوها بهذا الفيديو. طلعون قوات الشغب على ذولا شبابنا وولدنا، وقوات التدخل السريع والله شنو من ظاهرين، غير مطاراتهم محجوزة والتكاتك مالتهم محجوزة، ناس عيشتهم عليها. مو معقولة طلعون عليهم قوات الشغب وقوات التدخل السريع. شنو سياسيين هم إرهابيين؟ شنو اللي يضر إذا فتحتوا التسجيل بعد شهر شهرين؟ انتوا تتاخذون رسوم، يعني ما مسوين عليهم فضل. ناس عيشتهم على الماطور وعلى التكتك، وين يطون وجوههم الظاهره؟ طلعتوا عليهم قوات الشغب وقوات التدخل السريع، شنو ارهابيين هم؟ خطيه ناس على باب الله، شباب بعدهم. تخيل الشاب اللي طالب بحقه بالعراق اليوم هذا الحال وياه. انا قلت لكم قبل فتره، المواطن العراقي لما يطلع يتظاهر لاي سبب كان،
أي سبب إن كان أكو تظاهرة بالعراق اليوم، القوات الأمنية تلقوها متواجدة وبكثافة، لكن اللي عنده سلاح يسوي نزاع عشائري ويطلع يسوي مشكلة وميليشيات تضارب بيناتهم، القوات الأمنية خاتلة. ليش ما ندري؟ رعد من بغداد رجع لنا، حياك الله يا رعد. أستاذ أفك، هلا بيك الغالي. تحياتي لحضرتك، الله يبارك فيكم، منور هاي الشاشة ما شاء الله. الله يسلمك يا غالي. أستاذ أفل صراحة أولا تعذرني، يعني أنا آسف للتحكي على الموضوع السابق، لأن كنت أنتظر الظاهر حولته على مخالفات المرورية. بس لا، أنا يبدو أنه حضرتك ما سمعتني، أنا أخذت المكالمة بس صوتي يبدو ما وصل لك أو صوتك ما وصلني لهذا السبب. تفضل أخوي. الله يجزيك فضلك أخي العزيز. المشكلة يعني إحنا شلون وين نطيب وجهنا يا أستاذ؟ يعني شنو هالدولة هاي؟ يعني وشنو هالشعب هذا؟ شنو القصة يعني؟ نعم. يعني أي شيء يصير بأي مكان بالعالم، الشعب يثور، الشعب ينطي كلمته. يعني شنو كل هالعالم صار ميليشيات؟ يعني الشعب العراقي كله ميليشيات؟ ما افتهمنا. وحتى اللي يفتح حقه النوبة صارت همتين أي هذا يعني يسجن. هذا خطية الدكتور هذا تذكر حجة على السوداني وهسه مذبوب بالسجن. وين هالديمقراطية هاي؟ يعني احنا الى متى؟ شنو هالبلد هذا؟ مسروق، منهوب، شعبه مقتول. يعني سامع واحد يقول لك تسمح لي، يعني احنا وين نطلب وجهنا؟ يعني الى متى يبقى هذا؟ وين؟ شوف بعدين احنا على اساس امننا بالجيش العراقي، اذا هو سابق واذا هسه حالي وكذا، ويشوفون هالاهانه حش السامع، يعني الاهانات اللي تتوجه له. وواحد مهتلف بالميليشيات يقول له تعال، يقول له روح كذا. يعني او هالشيء وشوف بياناتهم، وانطيني وانطيك وما خليك بهذا المكان اذا ما تعطيني. شنو هاي؟ شنو هالجيش هذا؟ شنو الشعب هذا؟ شنو هالوضعيه هاي؟ والله انا والله ما ادري ايش اقول لك. يعني والله قلبي يعني كلش معصور. يعني يعني شنو هالشعب اللي ساكت على كل شيء؟ والله فرحان، كان سابقا 4000 دينار هسه مكيف على اساس مسوي له مليون، وهي بعدين ياخذوها من عندك غصبا عليك ويطلعوها من شعر جلدك. نعم الله المستعان. تحياتي لحضرتك. شكرا شكرا لك اخ رعد. شكرا. نروح الى عروس الخليج العربي محافظه البصره، بعد ما شفنا انتشار القوات الامنيه لانهاء تظاهره اصحاب الدراجات الناريه. اكو مواطنين في البصره ناجذوا حتى يصير حل لهم وينهون معاناتهم بسبب مطاردتهم المستمرة من قبل القوات الحكومية ورجال المرور بذريعة التسجيل. المشكلة مو هنا، المشكلة أنه لما يلزموهم يجبروهم أن يدفعون رشاوي بسبيل عدم حجز مركباتهم. خلونا نسمع. سبير يعانون معاناة، يعني الله وكيلكم لا تشوفون عوائل قاعد تبكي كتلها الجوع. عمي ذولا أهل الستوتات، هذولا أهل الستوتات، وين ما يكذونهم يحجزونهم. تنطي فلوس تطلع، ما تنطي فلوس ما تطلع. هو رجال على باب الله، يلا يلا معيش لعائلة، وأوراقهم رسمية وستوتاتهم أصلية ومشترينها بدم قلبهم ومسجلينها ب450. هل يعقل اليوم أبو الستوتة اليوم أنا هم فايدني كمواطن، أنا فايدني يجي يبيعني المخضر، يبيعني السمك شن باب البيت بدال لا تطلع عوائلنا للسوق والتبهذل. زين لولا وين ما قاموا يكذونهم ويحجزونهم. لو تنطي لو ماكو، لو تنسجن لو كفيل. زين لولا وهاي العوائل قدامكم. تعالوا تعال عمي. شنو استاذ سولفوني؟ طبعا انا والله شفتهم انقهرت، والله انقهرت. هذول يعني اكثرهم كانوا موظفين بالمصفر. وين الموظف بالمصفر؟ اكو شباب موظفين بالمصفه طلعوهم جابوا بنقالين مكانهم. زين طلعوهم جابوا بنقالين، هسه هو رجال حط ستوته يكتب بها على عائلته. زين لا تنطي الدوله، وفوهم يا اخي وفوهم. استاذ وضع حماد زيك هاي الدوريات قاعد يكذبك بالدوريه. احنا نكتر على باب الله، شلون شغل السماعه؟ زين طب اللايف شلون تطلع العائله وتسمعني؟ طبعا شغل صحيح سماعه. قالوا الصوت قاعد ننزل الصوت. بس قاعد تكتر هاي الدوريات. دوريات الشرطه النجده. يكذبك ياخذك يذبك بالمركز. سوي تعهد. لو كفيل. زين كفيل شنو عنده كفيل؟ اللي مسوي مثلا الاجرام شنو هاي باو هاي الشباب هدونه 200 و250 الف، وانا اكتر لي على مود 10000 وعندنا عوايد. الله الله بينا اخوان والله يا رئيس الوزراء
والله يا رئيس الوزراء القاضي يقول ما عندكم جريمه وما عندكم قضيه، او شنو الجريمه اللي انا يعني اعاقبكم عليها؟ يعني ما مسوي شيء، هو بني ادم ما مسوي شيء، باعوا يعني اطفال باعوا، هذول عايشين من وراء هاي السكتوتات. انا يعني اليوم يعني انت اليوم كدوله لا تنطيه ولا توظفه ولا تخليه يشتغل، شو تريده يعني؟ تريده يصير مجرم؟ تريده يسلم؟ ترى الله ما يرضى، والله الله ما يرضى. محافظ البصره قائد شرطه عم نشوف شنو السالفه هاي. النجده هي اللي قاعد تكفهم هسه. النجده اللي قاعد تكفهم. هاي باعوا سكتوتاتهم. عمي اوراق رسميه وين؟ هاي سكتوتاتهم باعوا. هاي سكتوتاتهم. كلها مرقومه وكلها بها اوراق. وحدوهم المرور الا السجل ب 450. سجل وخلص. زين ولا هسه سجل وخلص. تكفط حجزه لو تدفع لو ما تطلع. ترى هاي كارثه الكوارث والله. هنا أنا جاي ركض خطيه يقول له هاي سنويه. هاي سنويه عندي شايلها مع السبتوته، انا سجلتها ب 450 الف. بضعف سعرها للسبتوته كلها يمكن. السؤال اللي ينطرح هنا يعني فعليا الدوله شو تريد؟ او النجده شو تريد؟ او رجال المرور شو يريدون؟ او مديريه المرور شو تريد؟ فعليا يعني لما انت تقول انتم مخالفين وانتو دتشوهون الصورة الجميلة للبلد، طبعا صورة جميلة لان تعرفون لا عدنا نفايات ولا عدنا مشاكل وعدنا مشاريع غير متلكئة والشعب العراقي كله متعين وعدنا رفاهية عالية جدا، وهاي منظر غير حضاري جدا. لانه شنو واحد مشتري له ستوتة؟ اروح اتوظف الدولة. تعرفون هذا الحال بالعراق. شنو اللي انتم مقدمين للشباب حتى يعيش؟ اللي قاله هاي فرصة عمل يوصل بيها يرجع بيها يبيع يشتري على الأقل ياكل لقمة بالحلال. لا هو البايق، لا هو الناهب، لا هو اللي مسوي شيء. واحد دا يريد يعين نفسه بنفسه. شنو مشكلتك وياه عمي؟ تردون تسجلوها؟ تردون تخلصون من قضية انه الدراجات النارية غير مسجلة لأن اكو جرائم دا تصير بيها؟ سهلة حبيب قلبي، سهلة والله. اي واحد عنده وصل او ما اعرف شنو يقدر يثبت ملكيته للدراجه يروح يسجل وخلص وانتهى الموضوع، والمرقم ينتهي الموضوع. المرور يلزمه شاك بشغله يشوف الاوراق مالته رسميه يقول له روح الله وياك. ليش يدفع؟ هو لاقي حتى يدفع. وظيفه بالعراق بفلوس، يلزمك المرور بفلوس، تروح الدائره تدفع فلوس، طلع جنسيه وبطاقه موحده بفلوس، طلع جواز بفلوس، طلع حصه تموينيه بفلوس، طلع بطاقه سكن بفلوس، تشتري رتبه بفلوس، تصير قائد عمليات بفلوس. عافيه فلوس ايش سوت بالعالم؟ ناس لما شافت هذا الفيديو علقت. وهاج البدر يقول الدراجه تسجيلها يكلف 300 الف والناس ما عندها، اغلبهم شباب اما طالب او عامل او عاطل عن العمل. وزيد يقول احد سيطرات المرور في طريق بصره عماره تقوم بتوجيه غرامات وبالجمله على اي سائق، واللي اصغر مخالفه يتم توجيهها هي غرامه للسائق. وعند الكلام مع المرور يقول هناك توجيه بذلك ويردون منه عدد. يعني اللي دا يصير فعليا ابو المرور عنده دفتر يقول له تخلصه وترجع لي للدائره. اما ابو ماجد يقول هذا حال المرور في كل الازمان، مطالبين بصرف دفاتر الغرامات، جميع الدول تتفاخر بعدم وجود غرامات الا في العراق يتفاخر المرور بكثره الغرامات. غانم السلامي كلنا مع القانون ومع الثقافه المروريه والالتزام بقوانين المرور، ولكن ما يحصل حاليا سرقه علنيه وفساد اداري ومالي. قضيه المرور اليوم بالعراق قضيه شائكه، شائكه جدا. نطلع من المرور، تعالوا أشوفكم الحال اللي دا يصير بالعراق. اليوم راح نحكي بهذا الملف تحديداً ببغداد، ونحكي عن مطار بغداد الدولي، هذا المطار اللي يعتبر واجهة العراق الأولى أمام السياح والأجانب والزوار، واللي من المفترض أن تتوفر به كافة الخدمات ووسائل الراحة، إضافة إلى الاهتمام العالي حتى نعكس صورة جميلة عن هذا البلد الجريح، عن بلاد الرافدين، عن بلاد ما بين النهرين، عن بلاد الحضارات العراق. مواطنين يوثقون معاناتهم أثناء الدخول إلى مطار بغداد الدولي بسبب إجراءات التفتيش والروتين المتبع خلال عملية التفتيش، علما أنه المواطن والموظف والطيار والمضيف والدنيا كلها تفوت من بوابة واحدة. تعالوا نشوف. يعني هي هاي وضعية دخول المطار، الموظفين والمسافرين بمكان واحد، مسوين ازدحام وتضبيطات صايرة أقوى على أساس يعني هي ضابطيها كلش. تضبيطات شلون ازدحام مسوين، واحد يوقف يدخل للمطار يراد له فد
نص ساعه ثلاث اربع ساعه دا يدخل، الموظفين تتاخر على الدوام، مسافرين يتاخرون على الطياره، والله شنو ذا وقف ثلاث اربع ساعه دا ادخل المطار. ماكو شيء ترى، ماكو شيء وضعيه. هاي قدامكم دا تشوفون دا يفتشون التفتيشي شي مع الازدحام وين واصل، مع الازدحام وين واصل. هذا حال تشوفوه بمطار بغداد. هاي مو بس برا، عندنا ناشط يوثق لنا من خلال مقطع مصور الوضع المأساوي اللي يعيشه مطار بغداد الدولي، اللي يعتبر واجهة على العالم، واللي يعاني من سوء إدارة وإهمال إلى مرافقة وانتشار الأوساخ والنفايات والأزبال بداخل المطار. هذا كله بظل وجود ميزانيات هائلة بالبلد. تعالوا نشوف مطار بغداد الدولي. بغداد الدولي، الله الله، شلون مطار حلو نظيف مرتب. هاي طبعا بالمناسبة السفارات يطلعون منه، انا يعني الاجانب يطلعون منها للمطار الحلو. ها حلو السقوف قد حلو. الله والله حجيت فتهمين جاب الكرسي مالتك وياك، لانه مكان الانتظار ماكو. انتم تبالغون العراقيين والله. هاي شوف الناس ما شاء الله يقولون ماكو مكان صراحة، يعني ايش بيه المطار؟ مبالغات مبالغات بالحكي، يبالغون. شوف ازرق وهذا اخضر واسود كل شيء. طريق للطيارة، شوف الطريق، شوف الوساخة. مطار بغداد الله ايش قد حلو، شوف الجمال، شوف الجمال، شوف التايرات، شوف الوساخة والقرآن ما شايفينه هذا. شنو رأيكم؟ أكو صورة طلعت، أكو صورة يعني مبكية. معقولة مطار بغداد هاي قطوف ما جيجاير على الخرطوم ما الطيارة؟ صلوات على محمد. ما شاء الله جماعة مهتمين بمطار بغداد كثيرا. هذا مو أول فيديو، إذا تتذكرون أنا ببرنامج صوتكم طلعتكم حمامات، فيران، بزازين، مي نازل من السقوف، سير عاطل، سرقة مقتنيات المواطنين من الجنط مالتهم، فوضى، تأخير، هاي كلها دا يصير وين؟ بمطار بغداد. أما النفايات فهي إذا غرف العمليات بالمستشفيات ما مهتمون بها. مطار مهندس وليد يقول والله العظيم ننقهر من نشوف مطارات العالم، وين ومطارنا وين؟ مع الأسف متخلف بكل شيء هالبلد. أحمد الربيعي، هاي حكومة فاسدة وأحزاب فاسدة، العراق تحكم عصابات ومافيات هدفها سلب ونهب وسرقة الأموال وتدمير وتخريب العراق. أما بشار الخالد يقول لتسموا مطار بغداد مقارنة بالمطارات العالمية، سموا جراج بغداد للطيران، كان استحيته بلد الثروات والمليارات وهذا مطارنا. مظفر حميد، من المخجل أن يكون مطار بغداد بهذا الشكل، والله عيب. للعلم مطار بغداد الدولي انبنى بالعراق في سبعينيات القرن الماضي، في حينه لما انبنى مطار بغداد الدولي، هاي البناية اللي أبيض وأسود، وفي حينه كان واحد من المطارات المتقدمة بالخدمات بالعالم كله، وكان عجوبة. أما في عام 2024 في ظل سباق الدول على تسميات أكبر مطار، أفضل مطار، أكثر مطار للخدمة، أكثر مطار للحركة الدولية، أكثر مطار بمهبط وبمدرج وبمقلع وبي من الأسامي الكثيرة، أكو هواية دول تتسابق على هاي المسميات حتى تسمو باسمها، ويقولون البلد الفلاني عنده أكبر مطار، البلد الفلاني عنده أفضل مطار، البلد الفلاني عنده أجمل مطار. فإحنا الحمد لله والشكر الحكومات العراقية من عام 2003 إلى يومنا هذا فعلت ما فعلت حتى يكون عندنا أسوأ مطار. محمد من أمريكا حياك الله. أسد أحييك وحي قناة الرافدية البطلة. حياك الله. من 2003 هم جايين تدمير العراق، أنا مود إيران، أنا مود حرب إيران زمان صدام حربه وإيران. نعم. بالله هم يذلون الشعب العراقي، هذا الجيش غير الجيش، عم الجيش كان يحكم به الدول العالم كله، هسه حشاك أسوأ جيش بالعالم، إذا قائد ياخذ رشوة من الضابط،
يريد من عنده رشوه ما ادري يطير اسمه ما ادري يصعد يسوي لواء ما شنو جيش يا شام عمال الجيش دمج كله دمج كله صالح ايران يشتغلون قسما بالله الجيش والشرطه وذول المرور ياخذون وصولاتها كلها للاحزاب كلها للميليشيا كلها يحطوها بالجيب بالميليشيات قسما لا. بالله هم تدمير العراق من 2003 لحد الان ما يريدون العراق ينهار يريدون يكفون به كفوخ حتى بعد ما ينهار يجي موتوه للعراق بالشعب العراقي نايم ما يشفي مخدر حايرين بالمخدرات حايرين حشر في الملاهي مالتهم والله العظيم عمي قسما بالله هم ذولا الحسالة جاي يحكمون العراق يشتغلون صالح ايران ليس للعراق هم جايين يدمرون العراق تحياتي لك شكرا شكرا لك اخ محمد ملفنا الرابع خدمي ونبدي من البصره اكو انتقاد عندنا من مواطن من محافظه البصره انتقد باداء شركه منفذه لاحد المشاريع الخدميه بمنطقه السبيليات بقضاء ابو الخصيب يوثق لنا المواطن تراكم المياه تحديدا مياه الصرف الصحي يعني المجاري بين منازل المواطنين وتخيلوا الروائح العطره وتخيلوا كمية الميكروبات والفيروسات والبيئة الجيدة لإنتاج الأمراض هذا كله دا يصير بسبب المساومات والكوميشنات مقابل السكوت على الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية تعالوا نشوف من منطقة السبيليات الغربية خلف ملعب الكوماسي هذا اللي جاي يصير بمناطقنا مثل ما جاي يشاهدون أمامكم هذه المجاري طافحة ومعرقل العمل بالكامل ما اعرف يعني المقاولين شلون يشتغلون على هيك فشل يعني بطريقه مبطنه مساومات بطريقه مبطنه لا تصور واحنا نشتغل ماكو هيك عمل وهاي الماكينه الروبن اللي حكينا عليها الحدل بهذه الماكينه تاير هذه مناطقنا للاسف اليوم هذه مناطقنا الى كل الساده المسؤولين اللي ملينا من المناشدات لهم بدون اي فائده انتم شفتوا الحادله اللي يستخدموها حتى يرصفون الشارع يدويه يدفعوها اثنين او يدفعها واحد هم اثنين شايليه شيل ايش راح تدوس هذه عرفتوا ليش الشوارع لما تتبلط بالعراق يسموها شكر لما من وراء هالسوالف طافحة المجاري وعاي فيها خلونا نعذرهم بلكت انه العراق بأزمة جفاف والرصيف هنا يحتاجون خبطة مال اسمنت خبطة الاسمنت بها مي يقول لك انا ايش اخصر البلد مي استخدم مي المجاري تخيلوا تخيلوا الشغل الخدمي اليوم بالعراق شلون دا يصير ميسان مثلا مواطن يشكو من سوء تنفيذ التبليط أو عمليات الإكساء المنفذة من قبل بلدية مدينة العمارة هذا كله يقول المواطن ليش دا يصير لأن ماكو لا حسيب ولا رقيب محاسبة المقصر صارت شيء من الخيال بظل حكومات الاحتلال كل هذا عزيز المشاهد جاي يتسبب بهدر للمال العام تعالوا نشوف أنا هذه تعتبر جريمة والله العظيم جريمة طبعا وإحنا القطاع نتمنى يوم يوم التبليط وهاي صارت بينا مرة ثانية بال 2005 لزقوت لزق وهسه في سرعة الإنجاز يريدون يطلعون إنجاز بسرعة وهدر الأموال هاي اللي ما تنعاد والله العظيم يعني التبليط على وسخ تبلط على تراب وسخ يعني الناس يدمن الله أكبر شفنا السلبيات بعيننا والدليل ها شوف هذا شوف هذا جانب التبليط شوف كله طيان هذا على طول الشارع هذا شوف هذا التبليط وهذا الطين جوا شوف هسه هذا متفلش شوف شلون متفلش هسه هذا جوا طين وتراب وهذا الدليل يعني نظفوهم بس الشرب تنظفوه السياره الواقفه ما نظفوا جواها الله اكبر عليكم انطي مهله 30 يوم وشوف ايش راح يصير أما في بصرة الخير اللي أهلها ما جاي يشوفون أي خير من هذا الخير العراقي عندنا مواطن يناشد الجهات المختصة يقول المواطن أكو بوري مال المي طاق هذا البوري دا يهدد حياة المواطنين ليش يابه؟ لأن ذني أعمدة الضغط العالي لنقل التيار الكهربائي تخيل عزيزي مي جوا كهرباء
ومعيوف. تعالوا نشوف. شوف هذا البول مال ماي طاق، يعني صار له فتره طويله وما حد يجي يصلحه. وهذا البرج الناقل مال كهرباء شوفه بصفه، هذا الناقل مال كهرباء، وذنيك الثانيات همات بصفه، يعني كل هالمعرضات للسقوط وما حد يجي يصلحه. وهذا البرج الناقل مال كهرباء شوفه بصفه، هذا الناقل مال كهرباء، وذنيك الثانيات همات بصفه. يعني تشوفون الحال، يعني هذه المي اللي دي يعيش هنا او اللي عايفيه هنا، اذا زعزع اساس واحد من اساسات برج الضغط العالي ووقع، تخيل حجم الكارثه اللي راح تصير. اما اذا الواير مال الكهرباء اللي ينقل الضغط العالي وقع بالمي، فتخيل حجم الكارثه الاكبر اللي راح تصير. هاي كل هالناس دي يعيشوها ودي يشوفوها. ليش دي يشوفوها؟ لانه عمل الجهات الرقابيه اليوم بالعراق ماكو. تعرفون ليش؟ تذكروا التصريح مال مشعان الجبوري لما يقول كنا بالنزاهه نلقي قضيات فساد ونروح ناخذ لنا فتشم مليون ونسدها ونطمطم هذه القضيه. ناس علقت محمد الراشد يقول الى متى نبقى على هذا الحال؟ كل الخدمات ما عندنا لا شوارع ولا مجاري. وابو حمود يقول مليارات باقوها الاحزاب والمسؤولين ما حد حاسبهم. وجبريل الابراهيم يقول الدوله تغمرها الاختلاسات والسرقات، الحلول بسيطه والفساد واضح جدا. وابو مصطفى الراشدي مع الاسف الشديد وصلت الى هذه المرحله المزريه، اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. ومع الاسف الشديد وصلت الى هذه المرحله. عفوا أبو مصطفى الراشدي وصلت إلى هاي المرحلة المزرية، أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. كان هذا تعليق الناس على قضية انهيار الخدمات المزري بالعراق. إجراءات بيروقراطية تزيد من معاناة المواطنين بدوائر إصدار البطاقة الوطنية أو البطاقة الموحدة. قسم التواصل الاجتماعي سلط لنا الضوء على معاناة المراجعين إلى هذه الدوائر حتى يستحصلون على البطاقة الموحدة بظل روتين ممل وفوضى إدارية بداخل الدوائر المعنية، إضافة إلى سوء تعامل الموظفين مع المواطنين. خلونا نشوف هذا الإنفوغرافيك. فوضى وبيروقراطية وسوء إدارة وتخطيط في عام الإنجازات. فبعد أن حدد وزير الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي عبد الأمير الشمري مطلع شهر آذار المقبل موعداً لاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كمستمسك وحيد معتمد في العراق وإلغاء العمل بباقي المستمسكات الأخرى، أظهرت الخدمات البائسة في مديريات الجنسية والأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية فشلاً واضحاً في التخطيط لهذه الخطوة. غضب في الشارع العراقي من إجراءات الحكومة الروتينية والصعبة من أجل الحصول على البطاقة الموحدة، ما تسبب بزخم كبير في دوائر الأحوال المدنية وعدم تمكن العراقيين من الولوج لموقع الحجز الإلكتروني بسبب تعطل الرابط وصعوبة الولوج إليه وسيطرة مافيات تتحكم في الحجوزات الإلكترونية مقابل إرهاق كاهل المواطن بتكاليف باهظة. حكومة الإطار ووزارة داخليتها تعجز عن توفير الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات والبيانات بين مؤسساتها، وتتجنب التطوير والعمل بأسلوب التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بسبب مديريها وضباطها الجاثمين على المناصب سنين طويلة دون أي إنجاز. صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وثقت اكتظاظ دوائر الأحوال المدنية في بغداد وعدد من المحافظات بأعداد كبيرة من المراجعين في مشهد غابت فيه أبسط الإجراءات التنظيمية المعتمدة في ترويج المعاملات في الدول المتقدمة.
مأساة مستمرة في ظل غياب نظام أو قانون يرتب وينظم المراجعين ويحترم كبار السن والمرضى، فضلا عن معاناة نحو مليون عراقي من أبناء المدن المنكوبة من عدم وجود أوراق ثبوتية لهم في ظل ظروف قاهرة كضعف الحالة المادية وتزايد الفقر بسبب النزوح، الأمر الذي يعيق وصولهم إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانة الضمان الاجتماعي وزيادة خطر التعرض للتوقيف والاعتقال، ليتحول الأمر إلى كابوس يؤرقهم ومعضلة يصعب فك لغزها لإيجاد حل يخفف من آلامهم. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. اللي يقهر بالموضوع أنه لما ولدنا يجونا بهذا التوقيت ويسألونا ليش بلدنا هيك؟ وليش أنتوا تقولون بلدنا كانوا 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 تتغنون بالسومريين والأكاديين والآشوريين والبابليين، وتتغنون بما بعدها، وتتغنون بالدولة العباسية، وتتغنون بالكثير من الأمور، وتتغنون بسبعينيات القرن الماضي، وتتغنون بالدينار العراقي كان 3.5 دولارات، وتتغنون بالجواز العراقي لما كان أقوى شيء، وجامعة بغداد والكثير من الأمور، وتقعدون تستذكرون أيام الماضي وتقولون على نفسكم جيل الطيبين. ليش أنتوا تتذكرون هاي كلها وبعد إحنا ما نشوف من عندها شيء؟ أتمنى تلقون الجواب على هاي الأسئلة أطفالنا حتى نقدر نجاوبهم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد بمواضيع جديدة باكر بإذن الله. انتظروني، في أمان الله.